مرحبا امين. اهلا ام يوسف، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي ماما. ما يبقى بقى قولي شو بدك تسلقي فيها؟ عدس، بدي ساوي شوية عدس طيبة كتير، وغير هيك ابوك بيحبها. ماما شوربة العدس مو طيبة لحالها، لازم يكون في جنبها كبة. مو شرط ماما، شوربة العدس طيبة جنب شو من كان. وينو ابي؟ كأنه طول. راح على الانتخابات العربية. انتخابات العربية؟ ليش ما اخذك معه؟ هلا بعد الظهر منروح انا وياكي. انا وياكي؟ ليش انا بحق لي انتخاب؟ طبعا، صرتي قد الشنتيرة. انا ديك السنة ما انتخبت. ليش فكرك كل سنة في انتخابات؟ الانتخابات لك امي بتصير كل 4 سنين مرة. يلا يلا بسرعة، خلي سقطي هالصينية بقلب المي مشان ينسلقوه. امي بخاف على حالي اضطرش في المي السخنة وقلت ده. نزليهم على مهلك، ضروري تدجي عندك بالطنجرة. امري لله. ايوه امي سلمت لي على الصندوق. هي يلا يا عوضين قوي. عليك السلام. السلام. كمان على الصندوق. وقع لي هون يا اخي وقع. ربنا يجيب العوائد سليمه. انت كمان عبد الاستماره. يلا يا اخي عبد الاستماره يا اخي. ايوه ايوه الله يبارك فيك. على الصندوق خي. على الصندوق يا اخي. وقع هون قويتك. على الصندوق بعد اذنك. يلا اللي بعده. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بونسوار خي. قويتك. تفضل. ايش بدي اقول لك يا اخوي؟ فيك تعبي الاستماره هون، فيك تفوت على الغرفه السريه زي ما بتحب. بفضل فوت على الغرفه السريه. هاي ايش عليه؟ تفضل يا اخوي، هاي الاستماره، تفضل عبيها. شكرا. يلا اللي بعده. شكرا. اهلا وسهلا. سلم هدية على الصندوق. هيك تفضل. اهلين فريز، رحت على الانتخابات؟ ايه نعم يا ستي رحت. ليك قعدت وريحت، يلا الاكل جاهز. مالي جوعان. خلصني هلا بيبرد. صدقيني يا وفاء مالي نفس. شو مالك نفس؟ طلعت من البيت وانت جوعان وما فطرت. شو اللي شبعك هيك على غفله يعني؟ ما بعرف، صاد نفسي. اصبح رح اعمل لك كاسة لبن عيره تنفتح شهيتك، شو رايك؟ شكرا بابا، ما بدي شيء، صدقوني مالي حاسس بالجوع منوب. لما بجوع بقوم باكل لحالي، كلوا انتوا ان شاء الله صحة. وانا مايا روحي ساوي السلطة أمي. حاضر ماما. خير فريز، في شي؟ مالك على بعضها؟ لا لا أبدا ما في شي. شلون ما في شي؟ ما في شي أعمل لك. بس لما طلعت الصبح كنت مفرفش ومبسوط. شو اللي خلاك تهمد هالهمدة هي؟ يعني حدا ضايقك بالانتخابات؟ لا لا أعوذ بالله، شو حدا ضايقني؟ بالعكس الجو هادي وطبيعي. يعني انتخبت ومشي الحال؟ ايه مشي الحال، انتخبت ومشي الحال. اصبح من شو مزعوج؟ ما هو هذا اللي زعجني. شو اللي زعجك؟ الانتخابات يلي زعجني اني انتخبت ومشي الحال. فريز شبك؟ ما عم بفهم عليك، هلا انت ليش عم تحكي بالالغاز؟ مو مسألة الغاز، بس انا لما فتت على المركز العربي للانتخابات سألوني عن اسمي وخدوا هويتي وخرزوها وقالوا لي بتفضل تفوت على الغرفة حتى تختلي بنفسك ولا بتقضيها قدامنا؟ قلت لهم لا فوت على الغرفة. والغرفة وفاء هي عبارة عن برداية مركبة على شمندوفير ألمنيوم وبتنسحب، تنسحب بسهولة. ولما الواحد ما اختلفنا. ايه وبعدين؟ بعدين عطوني أولاد الحلال الاستمارة اللي مكتوب عليها نعم ولا،
واتكلت على الله وضميري وفتت لورا البرداية وحطيت الإشارة اللازمة بالمكان المناسب وطلعت. ايه وشو فيها هاي؟ شلون شو فيها؟ ليكو التاني شلون بتحكي؟ قال شو فيها قال؟ لك يا وفاء القصة كلياتها هون هون حطنا الجمال. فريد مشان الله لا تضوجني، ما بفهم عليك عن جد، ما بفهم عليك منو؟ يا وفاء أول شغلة عكيت فيها هي دخولي لقفل برداية، هي أول عكي. ليش بقى؟ يعني فكرك ليش حاطين البرداية؟ منظر ولا للديكور؟ أكيد حاطينها تقبرني مشان المواطن ينفرد بنفسه ويكتب ويحكي الحقيقة بكل شفافية بدون حسيب ولا رقيب. لك صحيح مزبوط، وهالشغلة بتدل على ديمقراطية فعلية ويشكروا عليها، بس الحقيقة أنا ما شفت واحد غيري فات لورا البرداية، ما شفت، بالعكس الكل عم ينتخب برا على الطاولة قدام الناس والموظفين والوكلاء إلا أنا. سلحبت على مهلي وفتت لقفل برداية وما خليتها مفتوحة، ما خليتها مفتوحة حتى تنكشف حركاتي وسكناتي، لا سكرت على حالي كمان كأني فايت أعمل عملة أو بدي أزرع لغم أو بدي أخون ضميري لا سمح الله. ليش هني ما بيفتشوا الناخبين قبل ما يفوتوا؟ لك لا لا شو يفتشوا الناخبين؟ شو وين قاعدة أنتي؟ الجماعة لطفة كتير والجو كتير سلس كتير وبهيج. طيب لحد هلأ ما فهمت عليك، أنت ليش متوسوس؟ متوسوس لأني حطيت حالي بموضع الشك والظن والريبة، لأنهم أكيد رح يقولوا لحالهم شبو شو صار له؟ ما ينتخب قدامنا؟ بدها المسألة برداية وجلالة وغرفة سرية؟ كلها إشارة صغيرة فوق دائرة الموافقة وصلى الله بارك. هو بيني وبينك كنت لازم تعمل هيك. يعني أخطأت؟ هيك وشك عم يقول أنا أخطأت خطأ لا يغتفر. أرجوك يا حبيبتي وفاء، أرجوك تصارحيني، لا تسايريني مشان الله، اقلي لي أنت أخطأت حتى أعرف عيد حساباتي بيني وبين نفسي. لا خليني أحكي يا فريز، مو مسألة أنك أخطأت، بس يعني كان لازم تنتخب قدامهم مثلك مثل كل العالم. مزبوط وفاء، هيك كان لازم أنتخب. بس هيك الواحد ما بعرف أحياناً بتدقوا الحيوانه، يمكن دقتني الحيوانه والاعتداد المفرط بالنفس، يمكن من منطلق اني حابب كون يعني متميز عن الناس. صلي على النبي تقبرني، صلي على النبي. واسمع بتعرف فوت غسل وشك وانسى الموضوع وخلينا نفوت نتغدى. يلا رقيمينا مسيره الاكل هلا، لسه بتقول لي تعا اتغدى والاكل والمكل، لك انا وين وانت وين؟ ايه شو بدك تعمل لك؟ شغله وصارت وانتخاب وانتخبت وطجيت الموافقه وعملت اللي عليه، خلصنا بقى، خلصت القصة. لا ستي ما خلصت القصة. شلون يعني ما خلصت القصة؟ ما خلصت لأني ما طجيت الموافقة، ما كتبت إشارة. شلون يعني كتبت لا بدل نعم؟ ودي على قابتك يا وفاء على هالعبلة اللي عمله جوزك. يا وفاء افهميني مشان الله، أنا حبيبتي امبارح يعني ما لي نايم منيح وفقت معكر وما لي فتران الصباح. ايه بقى لما تحيونت وفتت لورا البرداية ما بعرف شو صار لي، زاغ نظري وداخ راسي وتكركبت شوي، بقى ما عرفت على شو لازم علم. يا ترى لازم علم على الدائرة السوداء ولا على الدائرة الحمراء؟ قمت علمت والله ما بعرف شو بدي قلي. شلون ما بتعرف شو بدك تقلي؟ لا سيدي بدك تقلي كل شيء وبالتفصيل، لك القصة مو ضحكة لعبة. شوفي وفاء، هو إذا أجينا للتفصيل فالحقيقة أنا شاكك، ما بعرف وين علمت يعني، ولو كنت ما بحب سعادته كنت قلت لك حطيت لا، بس أنا وأنت بنعرف تماما أنه منحب سعادته، لك منحبه كتير. طبعا كلياتنا من صمصومة قلبنا منحبه، وانت رايح على هالأساس. مو هيك؟ رايح على هالأساس أنا؟ يقبرني اللي خلقه مع أحلى. شو؟ مين شال صورته من هون؟ أنا ما قلتلكم لا تشيلوا الصورة بتفاقى فيها؟ كسر بالورق منبعتناها لحتى يقززوه. حول ولا قوة إلا بالله، دخيلك وفاء دخيلك، يعني إذا صار ما صار سألوكي بيسألوا لأنه يعني احكي صراحة ضميرك، تسلمي لي وأنت بتعرفي إنه جوزك يعني ما له لقلوق،
مو شغلة بتخرج، بالعكس أنا بعشقه لهالإنسان، بعشقه لهالإنسان النادر، بعشقه بشغف، بعشق أمثاله بالوطن العربي، مولع فيه أنا، مولع. يعني أنت كتبت لا بدلها؟ والله ما بعرف يا وفاء، عم تصعبيها علي، ما بعرف، غلطت وغلطت الشاطر بألف خربطت. فريس تذكر عصور أفكارك، بوس إيدك. إيه عم بعصر. هو ماني متأكد، يعني ظانن شاكك، يعني على الأغلب كتبت شو كتبت يا ربي؟ إيه لحظة شو كتبت؟ إيه تقبرني عصور ما خاطبني. ما بعرف وبيني وبينك وأنتي مرتي ما رح تفسدي علي. بوعدك يا فريز اني وقف معك بس على قد ما بقدر. أصيلة بتضلي أصيلة. أنا يا وفاء يمكن كتبت لا. الله يصلحك يا فريز، الله يصلحك ويهديك. مع أنه بعرف أنه عندي أولاد ومو لازم أني أعمل مواقف بطولية بيني وبين نفسي، بس هذا اللي صار. لك شو النهار هذا يا ربي؟ ليش صار معي؟ دخيلك يا ربي. لا تضرني أرجوك. لحظة فريز، لحظة هدي حالك. شو بدك تقولي؟ هن شافوك لما كتبت لا؟ يعني كانوا واقفين فوق راسك؟ لا كتير كانوا قوادي. ريحتني، الله يريح قلبك. طمن تقبرني، ما رح يعرفوا مين اللي كتب العبارة. صدقني ما رح يعرفوا. ولك هدول ما رح يعرفوا، استغفر الله العظيم يا ربي، هدول ما رح يعرفوا. ولك هدول وفاء، هدول الله كاشف على بصيرتهم وبيعرفوا كم حبة عدس حاطة بزبدية الشوربة. قال ما رح يعرفوا. قال ولك هدول، استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليك. ولك هدول ان تكن مثقال ذرة في خردل في، ولك بيعرفوا ولا بيعرفوا شغلتهم، يعرفوا هدول. لك حيرتني فريز، شو بدك تعمل لكان؟ بدك تضل هيك؟ ماما بتحب وصلت لخشنة ولا ناعمة؟ لك روحي يلا انت وليه؟ هلا وقتها خشنة وناعمة؟ خشنة ماما خشنة. حاضر. يا ربي إن لم تكن يوما معي. يا ربي خلصني من هالمصيبة وإلك علي. ما بصير كمان عم حط على ربي شروط. استغفر الله العظيم يا ربي واتوب إليك. شو بدي أعمل ولا اعترض؟ تحترض. اسمع فريز، بس اسمعني مني وحاجة تنضب بقى. يعني عندك حل يريحني بقية عمري وفاء؟ أنا من رأيي تحمل حالك وتروح لعندهم هلا وفورا، يعني قبل ما تتغدى. روح لعندهم؟ وشو بدي أساوي عندهم؟ شبك خفت؟ مو عم تقول إنهم أوادم؟ إيه أوادم، نعم أوادم، بس لإمتى؟ ما حدا بيعرف غير ربك. يا ابن الحلال، روح لعندهم واعترف باللي صار حرفيا. بدك يعني يقول لهم حطيت لا للزعيم العربي؟ شو قصتك وفاء؟ شو جنة؟ شو مستغنية عني انتي؟ بدك تقرد فيني يعني وتخلصي مني يا وفاء؟ اهدى فريز، لك مشان الله اهدى. ليك اذا ما هديت بطل احكي. ها تفضلي. روح لعندهم وقل لهم انا عملت كيت وكيت وبدي صلح هالغلطة الشنيعة بحق الزعيم العربي. شنيعة غلطي مو هيك؟ المهم هيك قل لهم، لانه الصدق احيانا بنفيت. اي صحيح، بس يا ترى مع مين مكان بنفذ الصدق؟ والله ما بعرف، يعني هيك المفروض. هلا لا تعطيني أجوبة هيولية، الله يرضى عليك يا وفاء، عم بسألك جاوبيني، الصدق مع هدول بنفذ؟ شو بعرفني يا فريز، أنا مربيته ومحضني. أصبح أنا رايح فورا. لوين؟ لعنده. بس ليك تقبرني، خليك متماسك، لا تكون خايف وتشتوش، لأنهم هن بيكتشفوا الإنسان اللي خايف. قلتك مثل الضبع يلي إذا حس على الناس الخايفين بنط عليهم، مو هيك؟ شو بعرفني أنا؟ طيب وينك وفاء؟ قل لهم شعر بالزعيم؟ لأنه بتعرفي أنا كاتب شعر من زمان بحضرة الزعيم، بتعرفيني بحبه لأني بحبه كتير. لا تقل لهم شي تقبرني، قل لهم أنا بدي صلح غلطتي ورجع. طيب قلتك برجع وفاء مو هيك؟ برجع. روح وتوكل على الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم عمي عنا، اللهم أعمي عنا يا رب، اللهم لا توهنا الري يا رب العباد، اللهم أعمي عنا يا رب العباد. ماما تحبي تسمع بصوتك؟ يا رب العباد.
يعطيكم العافية. أهلين يا أخوي. بونسوار. أنت مش هلا انتخبت وظهرت؟ شو بك هي؟ صحيح بس سبحان الله على بني آدم بيكون ماشي شمال بيعوج يمين، بيكون ماشي يعني بدون قصد، بيكون بده يشرب بيقوم بياكل، بيكون بده يطلع بيقوم بينزل. باختصار يا أخوي إيش بتريد؟ الحقيقة وأنا ومن غير قصد مني، من غير قصد يعني ما في نية مبيتة. الحقيقة من غير قصد. ما تنفخش قلبنا يا أخوي، إيش بدك؟ خلصنا. أنا كتبت على الاستمارة الانتخابية تبع زعيم العرب، كتبت غير موافق بدل موافق، يعني خطأ غير مقصود. ما بعرف، حابب انتخب مرة تانية لو سمحتوا حتى أعدل موقفي. خلاص يا أخوي ولا يهمك ولا يهمك. شلون يعني؟ عادي يا أخوي عادي. ليش هو الإنسان معصوم عن الغلط؟ مش معصوم، كلياتنا بنغلط. يعني؟ يعني عرفنا إنك غلطان وبدلنا الاستمارة، يعني خلاص صلحنا الغلط من عنا. ايوه فهمت عليك. يمكن بهالحالة نفدت بريشي. شو قصة الطبل والزمر اليوم؟ تخمين في عرس يعني يا أم سعود؟ ليش مالك خبر؟ لا والله مالي خبر. عرس مين اليوم؟ عرس هيفا بنت أبو جابر. هيفا بنت أبو جابر الخير نوبة؟ يا بزادة ليكي المنظوم ليكي، يعني معقول يعمل عرس بنته وما يعزمني؟ العمى بقلبه العمى، معقول يعني؟ لا تظلمه يا أبو أسعد، بيكون نسيان. قال نسيان قال، قسما برب العباد فيما أراد ما رح أعزمه على عرس بنتي جميلي ولو انفلق نصين. عرس بنته؟ إيه مو ليجي العريس بالأول؟ الله كريم يا أم أسعود، لا تقطع يا أملك من رحمة رب العالمين. شوف يا أبو أسعد، طالما أنت قاعد هالقعدة وحاطت رجل على رجل وعم تكركع بهالمتة فلا تحلم إنه جميلة تتجوز ابنه. وحدي ربك يا لطيفي، وحدي ربك، لا يشمت شائمة كل هالقال. مالي متشائمة، بس هي هي الحقيقة. وعلى أي أساس بنيتي هالرأي الخنفوشيري؟ على أساس إنه العرسان صاروا بهالأيام عملة نادرة، وطالما بنتك جميلة قاعدة بالبيت لا شغلة ولا عملة ولا وظيفة فلا تحلم إنه حدا يدق بابنا. حط براسك هالشي يا أبو أسعد، ولا أفتق وعيد وفوق اللي قلته زيد. رح أشوف هالبنت، أكيد سمعت الطبل والزمر ورح أطق من القهر. تقولوا عند بنت مارلون مينرو؟ بعدين معك لك أمي وبعدين معك أمي. هلا هيفا أحلى مني شي. تفهم من تمك يا مو، تفهم من تمك. ومن لها الحلاوة؟ من أبوها الضبع ولا من أمها الغولة؟ طب أحسن مني شي. أعوذ بالله، فشرت هي وعيلتها. لكن حظي ليش هيك أسود؟ ليش حظي أسود؟ يعني معقولة وضروري الموظفة تنضرب على قلبها تروح تتجوز واللي ما موظفة تضل قاعدة عم تسند حيطان البيت؟ لك يا أمي، نحن بدنا نعذر شباب هالأيام، يعني إذا ما تجوزوا موظفة وساعدتهم براتبها عم يتشنططوا وما عم يقدروا يقوموا. أنا شو دخلني بهذا الحكي؟ ما عم يقدروا، يعني هلأ أنا طالع بإيدي وظف حالي وما رح توظفت حالي؟ أمي كل الحق على أبي. إيه أبي هو مطنشني وما نسائل فيني. لا يا مو لا تظلمي أبوكي، أبوكي همه يسعدك قبل كل الناس. لا أزدي لا، هذا الحكي ما له مزبوط. لو كان هيك همه كان راح دبرني بأي وظيفة. ليكو أبوه لهيفة باع ما فوقه وما تحته لحتى وظف بنته. ليك توظفت ونخطبت ورح تتجوز وأنا قاعدة هون بالبيت مثل قفة الهم عم بتصفن بالحيطان. ميري يا لطيفي، لطيفة. أي أمي الله يرضى عليك، لا تفكري ولا تحسري،
إلا ما يلتقى له حل. لطيفي وك يا لطيفي بنت عباس مرعيش براو. لك شوفي شوفي شبك ليش عم تصرخي؟ خدي هالإبرايق عباه معي وسخناه ورشعه. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه، شرب المتة والصريخ. شو بدك مني سوي يعني؟ قوم اتحرك، قوم دبر بنتك. شلون بدي دبرها يعني؟ دبر بنتي شلون؟ يعني حوش لها عرسان من على الشجار؟ انا ما عم بحكي عن جواز، بالاسم بنتنا متعلمة ومثقفة يا فرحتي. طيب خليني اجي معك، بدها تتوظف. شو بنساوي يعني؟ بس شو الطريقة؟ يعني على علمك صرت رايح لعند مدير التربية أكثر من 3 مرات وما طلع معه شيء، بقى شو أعمل يعني؟ شو أعمل، روح لعند الوزير؟ إيه وليش لا؟ شي قال ليش لا؟ قال ولك يا مخلوقة ربي، شو بيوصلني لعند الوزير أنا؟ شو بيوصلني لعنده؟ يعني الوزير ملوش فاضي إلا لو أبو أسعد. اسمعوا على الحكي الفاضي، الوزير عنده ضغوطات داخلية وخارجية كبيرة كثير، وراسه قد الطبل من الهموم والمشاكل، بقى بدك ياني زيد فوق هموم وهم؟ العمى بقلبك يا لطيفة بنت عباس مرعي، شو ما عندك شفقة أنت على الوزراء؟ ما عندك شفقة؟ لا سيدي عندي شفقة، بس أنت عم تخلط عباس بدباس. شلون يعني؟ يعني لا تزعل مني أبو أسعد، أنت صاير كتير بخيل والشغلة بدها نظر سلامة عرفك، يعني بهالأيام إذا ما دفعت ما بتمشي أمورك، فهمان علي أبو أسعد؟ فتلحلح شوي وتصرف، لأنه مستقبل البنت أهم من كل شيء. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أم أسعود. اسمع يا أبو أسعد، رح أعطيك إسوارتي حتى تبيعها، لأنه الذهب مرتفع بهاليومين، بقى بيعها ودبر لهالبنت وظيفة خليها تحس بقيمتها وما تشعر بالنقص. لأنه يا أبو أسعد إذا ضلت جميلة قاعدة بالبيت وعنست لا سمح الله، أنا وياها ما رح نسامحك طول عمرنا. وأوعك ها، أوعك تقول لحدا أنك وظفت بنتك بالمصاري عشان ما حدا يحط علينا وحدها. سمعان شو فهمتك يا أبو أسعد؟ هاي قصتي يا أبو ضياء مع هالبنت، وش لون بدي اتصرف؟ أبعرفش. والله مستقبل بنتك يا أبو أسعد أهم من أي شيء، يعني أهم من الأرض والدار والسماد، هذول بيتدبروا. يعني ملكيك بتلاقي لها شي منفذ تفوت منه وتحل القصة. معقول هالشي اللي عم يصير يا أبو ضياء؟ معقول؟ معقول تصير الرشاوي ببلدنا عن مكشاوف؟ شو البلية هذي؟ اي والله بلية، بلية وأكبر بلية صارت بالعظم وبالدم. اي والله بالعظم وبالدم. طيب لوين بتنصحني روح؟ يعني باب مين بدي دق؟ والله مالك غير باب المتنفذ. المتنفذ؟ عم بيقولوا هذا المتنفذ يعني غير شكل، فاتح بابه لكل الناس. فاتح بابه ولا فاتح جيبته؟ يعني بدك تقول فاتح تمه مثل مغارس علي بابا. ها شو بدك تساوي بالمدينة يا أبو أسعد؟ بصراحة يا أبو رياض بدي أنزل قابل جناب المتنفذ. اف 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 متنفذ؟ إلا خير في شي؟ يلا على الطريق بحكي لك. تفضل تفضل تعال. يلا سلام عليك. أفي شي قلقني بهالحياة يا أبو رياض إلا قصة هالبنت وتوظيفة. قسما بالله ما عم نمشي الليل يا رجل. هلا أنت بدك تقابل عطوفة المتنفذ مشان يدبر لك إياها بشي وظيفة؟ ما شاء الله عليك يا أبو رياض، القطع الطيب. ولو أنا بعجبك يا أبو أسعد. أي أبو نغم غيرنا هالشريط يا خيي، شو هالشريط المايعها؟ غيرنا هالشريط حط لنا من هالعتيق يلي بحبه قلبك. مو على عيني خيي أبو أسعد، شو بتحب تسمع؟ حط لنا الهوارة لعاصي الحلينة.
أو جاي تسنبل وراي لهذا علي الديك. هذول جداد خي أبو أسعد معتاد. أصبح حطنا بعث لي جواب لهذا الحلبي. إيه مو على عيني خي أبو أسعد عيونك. وقديش حاسب حساب تدفع بصندوق المتنفذ يا أبو أسعد؟ كيف يعني صندوق المتنفذ؟ يعني إذا ما حطيت بصندوق المتنفذ ظرف ملان مصاري ما بيخلوك تقابله يا أبو أسعد. الدفع على قدر الاستجابة. العمى لهون وصلت معه؟ أبتكفيش 10% يلي فرضها ضرائب على الناس يعني؟ هلأ أنت ما سمعان بغنية رشرش حبك يا جميل داويلي هالقلب العليل؟ سمعينا. فلازم ترشرش يا أبو أسعد. يا سيدي إذا كان هايك رح أرشرش ورح أزرزب ورح أهرهير ورح أشرشب. لازم يا أبو أسعد لازم. ثقافة العصر مش هايك بيقولوا بالتلفزيون؟ مجبورين يا أبو أسعد، هن جبرونا على هالشي. وإذا عندت وما دفعت شغلتك ما بتمشي حتى لو وراها رئيس أمريكا. لعم على هالقصة يا أبو رياض، يعني إذا بدنا نشرب بدنا ندفع، وإذا بدنا نأكل بدنا نطعمي، وإذا بدنا ندفع بدنا نطلق، بدنا نتجوز، بدنا نتوظف، بدنا نصف سيارة، بدنا نحجز بالطيارة، بدنا نمشي معاملة، بدنا نشتري، بدنا نبيع، بدنا ننضرب على قلبنا. لازم ندفع، لازم لازم دفع دفع. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع طبعا. ومين قال لك الحكي يا أبو أسعد؟ أستاذ المدرسة قال ما وظفوه عنا بالضيعة إلا بعد ما دفع. والله يعني والله خايف مرتي تقلي وين فايت لي عندي على الغرفة بدون ما تدفع. قلي يا أبو أسعد وقديش بدك تعطي للمتنفس؟ والله ما معي غير 8000 أعطتني إياهم مرتي يا أبو رياض. لا 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 هذا المبلغ ما بيكفي. خذ خذ هاي 2000 ليرة بيصير معك 10000 ليرة وإن شاء الله تلاقي وظيفة لبنتك مهون. شكراً يا أبو رياض. على راسي يا أبو نغم. غيرنا الشراط غير الشراط. السلام عليكم. عليك سلام. تعال تعال تعال. لا وين طاحش؟ مو شايف الدور؟ ليش صار في دور؟ ايه في دور. ما انك شايفهم كيف صافرين؟ يلا رجع رجع. طالما الشغلة صار فيها دور معناته في تحسن بالبلد، ويلي بيقول غير هايك بيكون مغرض. يعني لو أبي كان مشتري خيابي كنا هلا اتصلنا فيه وعرفنا شو صار معه. لك يا بنتي لا تاكلي هم، هلا بيكون قاعد مع المتنفذ وعم يحكوا ويمزحوا وعم يشرب قهوة كمان. معقولة؟ مسؤولين هالأيام تغيروا يا جميلة، ما عادوا مثل الخشبة واقفين وجامدين بفرد جمدة. لا صاروا هلا بيطلعوا على التلفزيون هن عم يضحكوا ويمزحوا ومرتاحين على الآخر، بالمناسبات بيرقصوا وبالحفلات بيلعبوا بالسيف، وبعيد الأم ببوسوا الأطفال، وبعيد الشجرة بيزرعوا الشتلات، وبعيد الفصح بيضووا الشمعات، وبعيد الرياضة بيلعبوا بالطابة، وبعيد الجامعة العربية بيحنوا إيديهم وبيكتبوا وظايفهم بيوم المعلم. أمي قلتك يعني في أمل أتوظف؟ أكيد في أمل لك بنتي أكيد. ما بدك اثنين يحكوا فيها يو. تفضلوا أستاذ، هي راتبكم. شكراً يا أستاذ عاطف. بس توقعنا بعد إذنها. يلا ما بدكم تعدوا سيدي؟ شو نعد ما نعد؟ أنت محاسبنا القانوني بدنا نعد وراك؟ معقول؟ الله يخلينا ياكم. اللي خلص جدول المناقصات؟ سيدنا وصلت العروض حنحولكم إياها على الدراسة. يعطيك العافية يا عطوفة المتنفي.
أنا مو المتنفذ، أنا أمين مندلفت، مدير مكتب المتنفذ وسكرتيره. طلباتك حبيبي. بما أنه يا سيد وندلفت عطوفة المتنفذ يعني فاتح بابه لكل الناس، وأنا يشهد الله واحد من هالناس، فبدي قابله. الأمر ضروري، لا يقبلش التأجيل يعني. إيه أهلا وسهلا فيك يا عم. عطوفة المتنفذ مو بس فاتح بابه وشباكه وصدره للناس، لا، وبيقدر وبيتفهم أوجاعهم كمان. وعلنا حبيبي علنا. قرب ولك ركان، قرب. هلق صار لازم ترشرش يا ابو اسعد، بس بركي هالامين ما طلعش امين. لازم رشرش على المتنفذ شخصيا، وغير هيك بيكون حكي فاضي. روح ولك. ابدو انتم بالاجتماع خلال نص ساعة. امرك استاذ، تمرون خدمة ثانية. سلامتك، يعطيك العافية. اهلين اخي المواطن، شو مشكلتك؟ قل لي بسرعة وباختصار لو سمحت. قصتي قصة يا عطوفة المتنفذ، مش عارفان منين بدي ابدا. ابدا من وين ما بدك بس باختصار. ايه حاضر 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 يا سيدي. الموضوع بيتعلق ببنتي. الو. اهلين ابو اكرم، الله يعافيك. شو الاخبار؟ طلع لنا معارضة على انشاء المعمل. وشو حجتهم هدول بقى؟ تلوث بيئة، يبلطوا الزرقاء، المعمل بده يستمر وبده يمشي. ما تشغل بالك، خلص خلص الموضوع عندي. خلص قلنا لك المسا بنحكي. ماشي، الله معك، مع السلامة. باختصار شديد لو سمحت. يا سيدي، بنتي صار لها 4 سنين متخرجة من الجامعة، أنا بعربي، وصار لها قيعة بالبيت من هذاك الوقيت، وقدمت لأربع مسابقات ونجحت بس ما تعينتش. والمطلوب؟ يعني المطلوب إنها تتعين معلمة مدرسة مثلها مثل غيرها. يعني مش معقول تدرس وتتعذب بعدين تقعد بالبيت مثل قفة الهم. ما بيجوز هالشي. مظبوط، ما بيجوز. خلاص عمل لي طلب بهالشي. طلب موجود. يلا خلص ماشي. يعني فيني اعتبر انه الموضوع محلول و يعني خلاص؟ خلاص تكرم عينك، قول ان شاء الله. مش هلق صار وقت الرشرش يا ركان؟ لازم نرشرش المسألة، ابداش وقفة. شو عم تقول؟ تفضل يا مولانا، أفيش شيء من قيمتك يعني؟ شو ها؟ لا تأخذناش يا سيدنا حق فنجان قهوي. لك العمى ضربك، لك انت ما تسمع لك؟ وقع لهالدرجة؟ عم ترشيني؟ عم تعطيني فنجان قهوة؟ ولك أنا بسقيك وبصدعتك كلمة فنجان قهوة ولك؟ أكيد. نعم يا سيدي، فهمت عليك أنت تماما. خذ صرفك، خذ صرفك ولا لا؟ قسما بالله إذا بتعيدها مرة ثانية حطك بالسجن. أبعدهاش، أبعدهاش. حرك! خلص خلص. الأدب؟ العمى؟ هل عم يرشيني ها؟ أهلاً أبو أسعد، ها طمني، قمحة ولا شعيرة؟ لا والله، شوال تبن، الله لا يوفق عدوينك يا أبو رياض. شوال حكي يا أبو أسعد؟ يعني لولا هالمتنفذ ما يكون ابن حلال كنت هلق منقوع بالسجن. لا تقوله يا أبو أسعد. بس مش الحق عليك، الحق علي أنا اللي سمعت كلامك. قال رشرش حبك يا جميل، قال صحيح. تذكرت شلون هذا الشخص الغبي اللي فات عندي من شوي؟ لك كيف بيعطينا المصاري هيك؟ عينك انت عينك، كيف بتجرأ؟ انت قلتوا يا سيدي غبي. اسمع يا امين، الله يرضى عليك، مره ثانيه ما بدي حدا يفوت لعنده يعمل نفس الفصل. بيحط له بيطلع من خاطره بالصندوق وبيفوت بعدين. ماشي. حاضر استاذ. اه بلول فراطه، خلص
شري بصدر لمودياتك. الله يسلمك. مناح اليوم. عين شيك. ايدك. هالشركة بعشر ملايين دينار حطوا برصيدي. ومشكلة صاحبه تحلوا له اياها على السريع. امرك سيدي. شيك. لك وين الظرف؟ أنا الظرف سيدنا. لك الظرف يلي اعطاني اياه المحاسب عاطف في راتبي حطيته هون. دوروا دوروا استاذ. لسه بيقول لي دوروا، دورت ما لقيت شيء. على مهلكم سيدو، هدوا اعصابكم دوروا على مهلكم، العجلة من الشيطان. لا قوة الا بالله، الله يجزيك يا شيطان، لك وين راح؟ غريبة. لك ليكون انسرق. سيدي مين بده يتجرأ يسرق راتب عطوفة المتنفس؟ لك دخل وينه؟ الله يوفقكم. استهدوا بالرحمن دوروا على مهلكم. العمى ولا مصيبة. يعني كل شيء يضيع الا راتبكم سيدي. لحظة لحظة. أكيد أكيد هذا الشخص اللي كان عندي هو اللي سرقه. معقولة سيدي؟ معقولة مواطن يسرق راتب عطوفة المتنفس؟ والله عشنا وشفنا. وبعدين يا أبو أسعد وبعدين؟ لا قبلين ولا بعدين، خلاص بنتك جميلي بدها تظل قاعدة في البيت. فال الله ولا فالك. إلا ما نلاقي شي طريقة أو حل. احترت بأمري والله حيرني يا لطيفي، وما عم أقدر ضبطها ولا بطريقة. وين رايح وين؟ رايح رد الألفين لهذا المشروع بالرياض. قال رش شبك يا جميل. قال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 20 30 40 48 ألف يا مسعى. 48 ألف ليرة ويلي حطيتهم بالظرف 10,000 بس. منين إجا الباقي؟ شو بعرفني؟ السلام عليكم ابو مدحت. اهلين ابو كمال، كيف حالك؟ شلونك؟ ان شاء الله بخير. شلون الاولاد؟ الحمد لله. مرني ابو كمال. انين زيد دوار الشمس. الله يرضى. زيد دوار الشمس؟ ايه بدك انت تفوتوا على بيتك انت؟ اتركها لالله يا ابو مدحت، اتركها لالله. صلى ايام الزيت البلدي. الزيت البلدي ما عاد قدرتنا يا ابو مدحت، المعاش يا دوب يكفينا لعشر الشهر. على سيرة المعاش دريت على القصة. شو انو قصة؟ قال معاش المتنفس ضاع، ابن عديلي بيشتغل بالمتنفسية، عبد الفتاح القاط هو اللي جاب لي هذا الخبر. شو هالحكي يا ابو مدحت؟ معقول معاش المتنفس يضيع؟ سيدي ضاع، هو يا ضاع يا انسرق، هيك عم يجيعوا بالبلد. يا الله يكون بعونه، بده يقضيه على النواشف لاخر الشهر. الله يعينه. شري. السلام عليكم. وين حالة نينة؟ سجل على الدفتر، سجل. سلام. كمان. اخ ابو كمال. مثل ما بتعرفوا عطوفة المتنفس له قيادة بيضاء على غرفتنا. وقدم خدمات للصناعيين بمنطقتنا إلى أول ما لآخر. وأنا بشوف إنه كلياتنا لازم نوقف ونتضامن مع عطوفته وفاء منا لعطاءاته التي لا تنتهي. وأنا باسمكم جميعا يا جماعة بعثت برقية تأييد لعطوفته وعاهدت فيها بالمضي قدما مع مسيرته وأعماله الخيرة. والتالي هو الأهم، نحن لازم نجمع مبلغ مهم ونقدمه لعطوفته. ما بصير نتركه بهيك موقف حرج لحاله، ما بصير نتركه يتخبط بأزمته الكبيرة. يا جماعة أنا بعتبر ضياع راتب المتنفس تضحية من التضحيات الكبيرة يلي عم بيقدمها لازدهار وتطور هالبلد. بقى الله يرضى عليكم، كل واحد منكم بيقدم المبلغ اللي بيطلع من خاطره واللي بيعبر فيه عن تعاطفنا مع سيادته بهيك موقف صعب. يعطيكم العافية. لك يا ابو اسعد، يا ابو اسعد شبك من امبارح بالليل وانت مو على بعضك؟ شو القصه؟ فهمني.
وكي يا ام اسعد، راتب المتنفذ بجايبتي وبدك يعني كنه اهدى؟ شلون العمل؟ شو انك فايقه ورايقه؟ وكي يا ام اسعد، الناس كلها عم تحكي عن ضياع راتب المتنفذ، واللي بيعرف بيعرف، ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس. بس يلي مش قدران افهموا يا ام اسعد انه متنفذ، اضرب واطرح، اجمع وقسم، طول بعرض بارتفاع، وراتبه 48,000 قليل. مش قليل يا ام اسعد؟ والله قليل. على كل حال انا لازم روح ورجع فورا، ابدهاش المساله وقفي، ابدهاش. الله يجيب العوائب سليمه يا رب. شو وصلك يا بيه؟ لك ما ضل حدا بالبلد اللي بعت لنا برقيات تعاطف وتضامن وتعاضد. اسمع، الغرفه التجاره وغرفه الصناعه وغرفه الزراعه، المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، اتحاد المقاولين العرب، لك حتى رابط المحاربين القدماء بعثوا لنا، وكأنه ضياع راتبي صار مناسبة وطنية مهمة بالبلد. يا رب كلكم وهالشيكات اللي اجت على سيدناكم، يا علي الحلال علي الحلال، المبالغ اللي فيها بيفتحوا بنك بحاله. تعرف يا أمين، هذا سببه كله، هذا المواطن اللي اجى لعندي، سبحان الله، ربك بعثه من غامض علمه. فعلا انه ابن حلال هذا الرجال. منيح يلي ما بعتنا دورية تجيبه من بيته موجودا، كنا خربنا على حالنا. على فكرة نحن لازم نخدمه، وهذا الرجال بتذكر له معاملة عنا، لازم نحل له اياها. كأني حبيته. ايوه ديكا سيك، حل له مشكلته. امرك استاذ. خير يا ابني؟ شوفي سيدي، في شخص برا بده يشوفك ضروري. أمي، أبي ليش تأخر كل هالقد؟ ولا يهمك أمي، هلا بيكون قاعد مع المتنفذ وعم يشربوا قهوة ويمزحوا كمان. معقولة؟ إيه لكن لك أمي لكن، أبوكي صاحب وجدان وأمين، ولو في منه 10 بهالضيعة كنا صرنا بألف خير من الله. راتبي ضاع، شو فهمت مني؟ عم قل لك يا بني آدم، راتبي ضاع، اتبخر، فص بالحوداب، شو فهمت؟ بس هاي ورقة المحاسب بالظرف وفيشة الاستلام بالظرف كمان. حسبي الله ونعم الوكيل، الظاهر انت بالذوق ما تفهم. ليش يا سيدي ليش؟ حبيبي كلمتين ورد غطاهم، انا راتبي ضاع، شبه راتبي؟ ضاع. ايوه راتبي ضاع وخلصنا، لذلك لا تاخذ وتعطي معي، هات هدول بتحطهم بجيبتك، وبتروح لعند مدير مكتبي حلل لك مشكلتك يلي اجيت من شانها. طيب. وراتبي شبه؟ ضاع. ضاع. الله معك، فرقني، مع السلامة. يلا. يخرب بيته، بده يبليني. سمعان ابو حمود؟ والله يا ابو اسماعيل الشغله ما بدها وقفه بنو، اليوم المساء لازم تروح تطلب ايد جميله لابنك اسماعيل. والله انت بدك.
سمعتي صوته واسعدي همي؟ اي طبعا سمعته، واليوم باذن الله رايحه اطلب ايد بنته جميله لابني نعيم. شو رايك؟ برافو عليكي، المساله ما بدها وقفه بنوم. اي طبعا ما بدها وقفه. وشو العمل يا ابو اسعد؟ هي جميله صار جايه 10 عرسان، امتى بدك تنقي واحد منهم؟ واني شو دخلني؟ خلي جميله هي اللي تنقي. اوف 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 اوف. خير يا ابو اسعد شو في؟ تيري مش بس المتنفذ يلي مضيع راتبه. لكن مين؟ في 20 مسؤول بعد مضيعين رواتبهم. شوفي شوفي الخبر براس الصفحة، المتنفذون والمسؤولون يعيشون على عطايا الأجويد. يا خطاي والله إنهم بقطعوا القلب.